وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. بداية، مداولات ونقاشات بين أروقة البرلمان أستاذ حسين لاختيار حكومة جيدة من بين الوجوه التي خرج الشارع العراقي عن بكرة أبيه رفضا له، برأيك كيف تنظر الكتل السياسية إلى الثورة الشعبية المستمرة رغم القمع؟ واضح أنه الكتل السياسية الممسكة بالسلطة اليوم يعني تتصرف وكأن ليس في الشارع شيئا، تجامل، تناور، تكسب الوقت، تحاول أن تجدد ولو شكليا بعض آلياتها بالاختيار، ثم تجامل الشارع بالموافقة وبالرفض. يعني هم يحاولون أن يناوروا على الشارع ويكسبوا وقت، ليس إلا هؤلاء لن يرحلوا ولن يغيروا إلا بمزيد من الانتفاضات والاعتصامات وصولا لإضراب الشامل لإسقاطه. نعم أستاذ حسين، قلتم يراهنون على الوقت، يعني بعض الناشطين يعولون على الفراغ الدستوري ويراهنون على الخلاف كذلك بين الكتل السياسية حتى يعصف بالعملية السياسية برمتها ويسقط النظام. هل الفراغ الدستوري برأيكم يسقط النظام، وهل هذا الرهان يكافئ الدماء التي سالت في الثورة؟ هو النظام ساقط، بمعنى هو عاجز عن أن يعني يلبي مطالب الناس، عاجز عن أن يحل مشكلات البلد، فهو نظام فعليا ساقط موجود بفعل تفاهمات إقليمية ودولية، ليس إلا. وإلا لو ترك العراقيون بعيدا عن التأثير الإقليمي لحسموا معركتهم مع هذا النظام سريعا. طيب أستاذ حسين، لا أعرف هل اطلعتم على تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث تقريرها يقول إن المتظاهرين أكدوا رفض أي مرشح من الطبقة السياسية الحاكمة. كيف ترى تعاطي المجتمع الدولي مع ثورة تشرين ومع مطالبها؟ المجتمع الدولي يعني بشأن العراق موقفه سلبي منذ اليوم الأول وحتى الآن، سلبي. والمجتمع الدولي هو عبارة عن مجموعة مصالح، إذا تضافرت لهم مصالح في أن يحركوا الشارع ويتعاونوا معه وأن يحاصروا السلطة الفاسدة فسيفعلوا، لكنهم منذ بدء الانتفاضة إلى اليوم هم داعمين للنظام السياسي الفاسد لأنه يلبي مصالحهم. طيب وصفت، نعم، فلا تعويل يعني على هذا النظام الدولي. نعم، إذا لا تعولوا على النظام الدولي والإعلام الدولي. طيب سيد حسين، دعنا في جموع المتظاهرين، متظاهرو التحرير يرفضون تسلم أي من مرشحي الأحزاب رئاسة الحكومة القادمة، هل تعتقد أن الكتل السياسية يمكن أن تقدم بديلا للالتفاف على الرفض الشعبي للأحزاب ومنتسبيها؟ أستاذي الكريم، إذا كان حتى اللحظة صار لنا شهرين مش عارفين نتوافق على رئيس وزراء، فكيف سنتوافق على المهمات الأكبر؟ بمعنى كيف سنتوافق على نظام انتخابي؟ يعني النظام الانتخابي المطروح هو نظام الفردي والدائرة، تقسيم الدوائر المحافظة إلى دوائر صغيرة، هذا سينتج برلمان جهوي قبلي عشائري، يعني وله العديد من السلبيات. صحيح سيخلصنا من كثير من النفوذ الكتل الكبرى والأحزاب وإلى آخره، لكن لابد بالبحث عن تقديم نظام انتخابي أفضل، نظام انتخابي يزاوج كل المصالح، ينتج برلمان وطن. كيف سنتعامل كرئيس وزراء مع نفس الكتلة المهيمنة؟ اليوم البرلمان مسيطر عليه من كتل معينة، ما الذي سيفعله رئيس الوزراء؟ ما الذي يستطيع أن يفعله رئيس الوزراء بوزارة العتيدة؟ لن يستطيع شيئا. أنت في أزمة مع نظام عقيم شامل، ما لم تعالج كل المسائل باكج واحد فلن نخرج من الأزمة. إذن أنت تدعو إلى انتهاء هذا النظام برمته سيد حسين. طيب سؤالي الأخير لكم في المقابل، يعني لم تهدأ الثورة في العديد من المدن العراقية حتى مع القمع المستمر لفعالياتها، إلى أي مدى ترى أن الشارع العراقي بتصعيده هذا سيوقف المراوغات السياسية التي تحدثتم عنها التي تنتهجها أحزاب السلطة؟ يعني
يعني مؤكد هو الطريق الوحيد للخلاص، مزيد من المظاهرات، مزيد من النضال السلمي، مزيد من خروج الناس التي لا زالت تتلكأ تحت أسباب ومبررات لم تعد مقنعة، مبررات واهية. كل العراقيون متضررون من هذا النظام السياسي. هذا النظام السياسي لن ينتج لا ديمقراطية ولا استقرار ولا تنمية، ولن يحافظ على ثروات البلد. أثبتت 16 سنة أنه لن يحافظ. هذا النظام وصل إلى حائط مسدود، لابد من تغييره، والتغيير يجب أن يستمر بشكل سلمي. الطرف الآخر كنظام لا يريد أن يفرط بالسلطة، يود أن يجر الآخرين إلى الدماء، لكن مزيد من الناس في الشارع هي الكفيلة بردع الدماء وردع القتلة وردع الفساد. نعم، من عمان كنت معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، شكرا لانضمامك إلينا.